مساء الخير. وصفتنا اليوم سلطة السمبريرو، تقدري تعمليها بالخضار اللي انت تحبيها. اليوم انا حطيت خس وجرجير وسبانخ، حطيت عليها جزر مبشور، طماطم مقطعة، لوبيا سوداء، وممكن فاصوليا حمراء، ذرة وبذور اليقطين، وتقدري تستخدمي اي نوع مكسرات انت تحبيه. في الخلاط حطيت كزبرة خضراء، فستق، شوية كمون وفلفل اسود، فلفل احمر وملح. حطيت عليها ملعقتين زيت زيتون، عصير ليمونة كاملة، 3 ملاعق كبيرة عسل، ملعقتين من زبدة الفول السوداني. حطيت 4 ملاعق موية وراح أخلطها في الخلاط. لو حسيت أنها ثقيلة راح أحط عليها شوية موية، راح أحطها على التتبيلة وراح أخلط وراح أقدمها في صحن التقديم. أنا هنا حمست بالفرن شوية خبز تورتية وحطيته على الوجه وزدت عليها شوية صوص، وإن شاء الله تكون السلطة عجبتكم وبالعافية.